مساء الخير مشاهدينا مشاهدي تلفزيون الحياة، برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم طبيب الحياة. النهاردة كل الأنظار بتتجه إلى شرم الشيخ ومؤتمر الخاص بالشباب المصريين اللي هم الشباب القادم، وخلينا نقول اللي هيكون إن شاء الله الحكومة والقيادات القادمة في مصر بإذن الله. بس خلونا قبل ما نتعمق في الموضوع ده نسلم على أحمد. عامل إيه؟ ازيك رنا؟ عامله ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. مساء الخير عليكم جميع مشاهدينا، وده ابدع انطلق، ودعوه للتفاؤل والانطلاق، وان احنا نبتدي نبدع فعلا، لان هو ده الحل الوحيد في الفتره اللي جايه. يعني سياده الرئيس بيحاول يوجه الشباب لان هو يبقى عنده تفاؤل كبير، لان الاحباط وانك تقعد ما لهوش اي حل يا رنا. ناس كتير جدا بتحبط وبتقعد، هتستفاد ايه؟ لكن لو ابدعت، لو جربت، انت دلوقتي لو شفتي على الفيسبوك تلاقي شويه شباب مثلا عاملين عربيات وعاملينها بشكل شيك وبشكل جميل جدا جدا، وبداوا ازاي يعملوا عربيه سندوتشات، عربيه حلويات، وعملوها كانك ماشيه في اوروبا. على فكره وعندنا في مصر في شباب مبتكر فعلا. يعني انا كنت في مره افتكر ان في شباب كانوا يعني اخترعوا زي جراج كده، يبقى العربيه تركن ويطلع يبقى واخد في الاخر مكان عربيه واحده. بالظبط، اللي هو يعني متعدد الطوابق كده. بالظبط كده. هو الفكره كلها ان ما تستسلمش لاي كلام غير يعني غير مظبوط، اي دعوات غير منطقيه. اقف جنب بلدك، حاول ان انت تدور ايه اللي جوه نفسك، ايه الحاجه اللي انت مبدع فيها. طالما انت عندك حاجه هتبدع فيها صدقني هتوصل، وهتكون النتيجه كويسه قوي. خليني كمان اقول يا احمد ان اختيار التوقيت اللي احنا فيه ده واليوم اللي احنا فيه ده لعمل مؤتمر لشباب مصر اكيد دي حاجه كبيره جدا، خاصه في ظل ما يحدث والاقاويل اللي بتتقال والمحاربه ضد مصر سواء من الخارج او من الداخل. بالزبط. في مشاكل كتير، فلما سياده الرئيس يلقي كلمه النهارده لشباب مصر ويكون فيها دعوه للانطلاق ودعوه للابداع، اكيد ده توقيت مناسب جدا يا احمد. اكيد اكيد، وان شاء الله كل الشباب يكونوا بخير ويبدعوا وينطلقوا. يلا قول لنا اول نصيحه معانا. اول نصيحه هتكون معانا النهارده هتتكلم عن تكميم المعده، واللي ادت امل كبير لمرضى السمنه المفرطه، وهيكون معانا الدكتور محمد محمود ابو زيد استشاري جراحات السمنه بالمنظار. نشوف النصيحه ونرجع لكم. ناس كتير بتسأل عن عملية تكميم المعدة، والحقيقة تكميم المعدة عشان نشرحه ببساطة ممكن نقول أسامي تانية زي تصغير المعدة أو التدبيس الطويل للمعدة. ببساطة إن احنا بندخل بالمنظار بنصغر حجم المعدة، تقريبا بنصغر حجم المعدة 70-80% من الحجم الأساسي، يعني تقريبا بنسيب حوالي 20-30% من المعدة. العملية بتجرى في أقل من ساعة، المريض بيخرج من المستشفى بعد 24 ساعة. بعد العملية بأربع ساعات ببتدي أقوم أتحرك من السرير. طيب ايه مزايا تكميم المعدة؟ تكميم المعدة بيقلل حجم الوجبة، اشبع بسرعة، بيخلي الاحساس بالجوع عندي قليل. الحقيقة جايب نتائج هايلة على مدار العشر سنين اللي فاتوا في الاف الحالات، واكثر ما يميز عملية تكميم المعدة نجاحا هو المرضى اللي بيحبوا الاكل. الحقيقة كل المرضى اللي كانوا بيحبوا الاكل وعملوا تكميم المعدة حسوا بإشباع وحسوا بساتسفاكشن بعد العملية تكميم المعدة، نتيجة لأن هو بياكل كمية أكل بتشبعه، وفي نفس الوقت مفيش الإحساس بتاع زمان بتاع تدبيس المعدة التقليدي إن معدتي موجودة وخاوية فأنا حاسس بالجوع وبحاول أتغلب عليها بسكريات. طيب إمتى أقول لأ أنا مش عايز أعمل تكميم معدة للمريض وعايز أعمل تحويل مسار؟ ساعتها بفكر فيه لو المريض ده أساس أكله هو الحلويات والوجبات الصغيرة، لأن في هذه الحالة المريض ما بيستفيدش من عملية تكميم المعدة وما بيستفيدش من معدته الصغيرة الجديدة. طيب هل أفكر إن في مشاكل مع عملية تكميم المعدة؟ بالعكس، تكميم المعدة من العمليات الآمنة ومن العمليات الناجحة جدا، ولكن في أيدي الأمينة وفي إن حضرتك تروحي لدكتور خبير في جراحات السمنة، لأن تكميم المعدة على قد بساطتها على قد ما أي غلطة فيها بتكلف المريض كثير جدا.
رجعنا لكم مشاهدينا، برحب بحضراتكم مرة تانية، ونروح سريعا لتاني نصيحة معانا النهاردة، هي عن مشاكل الأسنان عند الأطفال. طبعا دي بتخلي مش الأطفال هم اللي بيفضلوا يقولوا إنهم تعبانين، لا ده الأم كمان بيبقى فاضل شوية هيجي لها هوس من ألم الأطفال بتاع أسنانهم. بس خلينا نعرف النصيحة دي مع الدكتور محمد العالم، زميل جامعة أخن ألمانيا لعلوم الليزر، عضو الأكاديمية الأمريكية لتجميل الأسنان، وأيضا مدير مركز العالم لتجميل الوجه والفكين. نشوف النصيحة ونرجع تاني. هنتكلم النهاردة عن طب أسنان الأطفال، وطب أسنان الأطفال ده تخصص لوحده كبير جدا الحقيقة، أنه بيبقى ليه أطباء متخصصين في علاج أسنان الأطفال. أسنان الأطفال ما بتبقاش زي أسناننا وإحنا كبار، وأسنان الأطفال بيبقى فيها طبعا معظم العلاجيات بتاعتنا من حشو عادي، وبيبقى فيه حشو عصب للأطفال، وفي تركيبات للأطفال، وفي كل العلاجيات بتاعتنا وتنظيف جير والكلام ده كله. يستحسن يكون الطبيب اللي بيتعامل طبعا يكون طبيب متخصص في علاج الأطفال، ويكون بيعرف إزاي يمانج أو يدير العملية الحوارية ما بينه وما بين الطفل عشان يقدر يسيطر عليه. في بعض الحالات اللي بتبقى مستعصية شوية، اللي هي مثلا زي تسوس الأسنان الطفولي اللي هو في خلال أول 3 سنين بسبب إن اللبن بيفضل موجود في بق الطفل وهو صغير، وبيحصل تخمير على أسطح الأسنان. لو الطبيب ما بيعرفش يتعامل مع الطفل في العيادة، في حالات بندخلها عمليات أو بندخلها أوض اللي هي الغرف التخدير الكلي، وساعتها بنشتغلهم وهم نايمين، وبيبقى سيف وبيبقى آمن وما فيهوش مشكلة، وبيبقى التخدير بتاعهم تخدير بسيط زي الكبار، وبتبقى العمليات فيه سهلة، والعلاج بيبقى مرة واحدة وما فيهوش أدنى مشكلة، وبالتالي نحافظ على صحة الأطفال وأسنانهم عشان الأسنان الدايمة تنزل مظبوطة وما يبقاش فيها هي كمان مشاكل. ورجعنا لكم مشاهدينا بعد ما شفنا مع بعض النصيحة الثانية عن مشاكل الأسنان عند الأطفال، وسمعنا النصيحة طبعا من دكتور محمد العالم. خليني أقول لحضراتكم إن إحنا فرحتنا أنا وأحمد، يعني قاعدين النهاردة مبسوطين، كفاية إن إحنا حاسين يا أحمد إن في حكومة مهتمة بينا، رئيس مهتم بينا، بيفكر في الشباب اللي هم إن شاء الله القيادات القادمة بإذن الله. أنت عاجبك بس كلمة ابدع انطلق، هي ابدع انطلق أكيد طبعا، دي يعني على فكرة فيها يعني حماس، بتدي حماس كبير جدا جدا جدا، لأن إحنا زي ما إحنا قلنا انت لو شفتي الشباب السوري اللي عندنا في مصر وشفتي قد ايه بيبدعوا وقد ايه كلهم شغالين، هتقولي ان احنا المشكله عندنا في بعض الشباب اللي بدا ان هو يستكين شويه ويقعد. ومن هنا جت الفكره، جت المبادره او جت فكره المؤتمر في كلمه ابدا انطلق، لان بجد انت بتشوفي ناس من صفر، من الصفر يا رنا ابدعوا وانطلقوا، وبالتالي انت لازم تحاول ما تقعدش تستجيب على فكره اي مجهود هتبذله ربنا بيعوض وربنا بيديك، بس ما تقعدش في البيت مستكين وشايف ان الامور وحشه، طب انا هكسب ايه؟ على فكره في اماكن كتير تخيلي بتقدم مرتبات وبتقدم وظيفه ما بتلاقيش شباب يشتغلوا، ما بتلاقيش شباب يشتغلوا، فبالتالي اشتغل الشغلانه الصغيره هي اللي هتجيب لك الشغلانه الكبيره، الشغلانه الصغيره هي اللي هتوصلك للمكان اللي انت عايزه، ابدع في الحاجه اللي انت هتقف فيها حتى لو كانت قد كده، هتلاقي نفسك بقى ان شاء الله منطلق. طيب نفكر كل مشاهدينا بالفقرات اللي معانا. اول فقره هيكون معانا دكتوره مها فتحي، اخصائي الامراض الجلديه وتجميل الجلد والليزر، وايضا عضو الجمعيه المصريه للامراض الجلديه. فقره مهمه جدا ومميزه جدا، بتهم ناس كتير جدا، شباب وبنات وستات ورجاله، لانها هنتكلم فيها عن حب شباب، هنتكلم فيها عن ازاله الشعر بالليزر، يعني كلام كتير جدا، انتظرونا في هذه الفقره. اما الفقره الثانيه فهيبقى نتكلم الى كل الامهات والاباء اللي مهتمين بمشكله الحول عند الاطفال، خلاص بقى ما بقتش مشكله، ما حدش يقعد ينتظر، وهيتكلمنا عن الحول عند الاطفال وعلاجه الاستاذ الدكتور محمد لاشين، استشاري طب وجراحه العيون بكليه الطب جامعه الازهر. استنونا بعد الفاصل وفقرات مميزه. الخير مشاهدينا ومشاهدي قناه الحياه، بنرحب بحضراتكم في فقره جديده من برنامجكم طبيب الحياه. هنتكلم مع حضراتكم النهارده فقره مهمه جدا، هنتكلم فيها عن حب الشباب. عارفين ان هو موضوع مقلق جدا، بيسيب اثر كبير قوي في الوجه، سواء بقى بيسيب بقع بني، سواء بيسيب كمان بيعمل زي مثلا حفره في المكان، في مشاكل بيسيبها طبعا يا احمد.
الحقيقه حب الشباب من المشاكل المزعجه جدا اللي بتخلي ناس كتير شباب ولاد وبنات حتى كمان حتى ما ينزلوش الجامعه ويبقوا منعزلين الى حد كبير، سواء كان نشط حب الشباب ده نشط بيشكل لهم ازمه كبيره قوي، او سواء ساب اثر نتيجه اللعب فيه بقى والحاجات دي ساب اثر كبير وده برضو بيسبب ازمه. حاجة تانية إزالة الشعر بالليزر، ما أعتقدش إن في ست ما بتفكرش فيه في العالم كله، في معلومات كتير بتكون مش كافية عند بعض السيدات عاوزين نعرفها لهم النهاردة. عشان كده هنتكلم بالتفصيل عن كل اللي أحمد قاله، سواء حب شباب وطرق علاج سواء إزالة الشعر. لكن في بداية الفقرة خلونا نرحب بضيفتنا في الاستوديو دكتورة مها فتحي، أخصائي الأمراض الجلدية وتجميل الجلد والليزر، عضو الجمعية المصرية للأمراض الجلدية. أهلا بحضرتك يا دكتور مها. أهلا، منورانا دكتور. دكتور، يعني في البداية في ناس كتير بيختلط عليها الأمر، حباية مثلا نتيجة أي شيء وحب الشباب، ما بيبقوش عارفين يفرقوا، عايزين نوضح لهم إيه هو حب الشباب وأسبابه. هو حب الشباب ده أصلا بيجي نتيجة في خلايا غدد دهنية موجودة في جسمنا بتبقى مرتبطة بجراب الشعراية، دي بتيجي موجودة أكتر بكثافة في الصدر من قدام، في الكتاف، في الظهر، من فوق، من ورا، في منطقة الوش. عشان كده دايما حب الشباب دي الأماكن اللي بيظهر فيها. نشاط الغدد الدهنية دي بيبدأ بعد البلوغ نتيجة هرمون معين اللي هو التستوستيرون ده. ساعات النشاط ده بيكون زيادة، هي المفروض أنها بتطلع مادة دهنية مهمة جدا للجسم، بترطب الجلد، بتحميه من البكتيريا وبتحميه من الفطريات. ساعات بيبقى الإفراز ده زيادة، بيكون نتيجته بيحصل انسداد في القناة بتاعتها، زائد أن طبقة الكيراتين اللي بتغطي الجلد من فوق بتبقى عالية برضو شوية. فالانسداد ده بيخلي نوع البكتيريا بتسبب لنا حب الشباب والدهون نفسها تتراكم، يعني الدهون اتسدت اتراكمت. وبعدين لما اتسدت الغدة بقى الدهنية عمالة الإفراز عمالة تكبر طبعا، وهم عمالين بقى ايه يفعصوا فيها كده عمالين. فالسدد ده خلى أرض خصبة جدا للبكتيريا، مكان مقفول وعمال الدهون بتتراكم فيه. نتيجة العوامل دي كلها البكتيريا دي بتنمو، بتعمل التهابات معينة في بصيلة الشعراية نفسها من تحت، فينتج عنها حب الشباب اللي احنا بنشوفه. حب الشباب بقى، هل هو مرتبط فعلا بالشباب؟ يعني ولا ايه السن اللي ممكن يجي فيه حب شباب؟ هو فعلا اغلبه بيجي في فترة الشباب دي عشان الهرمون. ما 50 شباب يا دكتورة. لا انت كده افورت بقى يا دكتورة. هو فعلا حاليا حب الشباب بنشوفه في سن غريب جدا، يعني في حب شباب بيجي ببيهات لسه مولودة نتيجة هرمون الام فترة الحمل نقلته للبيبي، فتلاقي البيبي عنده حب شباب، ده بيبقى مفيش مشكله منه خالص، بنسيبه ما بنعملوش اي حاجه، مجرد ان بيتغسل وشه. لكن المعتاد ايه؟ لا دلوقتي بيوصل لاواخر الثلاثينات واوائل الاربعينات. يعني من اول كام لحد اواخر الثلاثينات؟ 16 سنه. من 16 سنه يبتدي. تمام. طيب دكتور مها، طبعا الناس دلوقتي سمعوا الاسباب وعرفوا السن، اكيد بقى كله منتبه دلوقتي عايز يعرف طرق العلاج. هو احنا مبدئيا علاج حب الشباب ده دلوقتي يعني المفروض خلاص بقى ما يصحش خالص ان حد يوصل لمرحله ان يجي له الندبات والحفر بتاعه حب الشباب، لان العلاج بقى سهل ومتوافر وكل الناس عارفاه. احنا بنشوف الحاله لو هي ما زالت حب شباب نشط بنعالجه كحب شباب، بس الاول لازم ناخد بالنا من حاجه، الشاب اللي عنده حب شباب ده مامته وباباه عندهم اثر ندبات او حد في العيله عندهم اثر ندبات، ممكن يكون في عامل وراثي. الندبات دي فيها عامل وراثي فظيع، يعني لو الام والاب عندهم يبقى بنسبه 100% الولد الطفل هيبقى هيدخل في المرحله دي. حتى لو كان حب شباب بسيط يبقى ده اكثر حرصا من غيره، فده بنجيب من الاخر معاه من اول لحظه، يعني بندخل في طرق علاج قويه من الاول. كويس جدا. لو بقى حاله عاديه ما فيش في الكلام ده، احنا بنقسموه لدرجات، حب شباب بسيط، متوسط، شديد. على حسب الحاله بنحط ممكن في الاول مجرد رؤوس سوداء او بيضاء، مجرد ان بيحط كريمات موضعيه، حاجات بتقشر، الغسول، الكلينزرز، الحاجات دي بتبقى كفايه. ونديله دواء في البيت ممكن كمان؟ ما هو كل ده في البيت. في البيت دخل بقى في مرحله الصديد بقى والحاجات دي، لا لازم ياخد مضادات حيويه. في بقى المرحله العنيفه بتبقى ممكن توصل لتكيسات بحجم الحمصه. بنشوفها فعلا. ده بقى عنيف، ده لازم حل جذري عشان ده غالبا هيسيب اثره. ايه الحل بقى؟ ندبات. ساعات بنحقنه كورتيزون بجهاز معين كده اسمه ديرمجيت، وغير كده في دواء بالبق اسمه ريتونيدات، والدواء ده عنيف شديد شوية بس لو استعمل صح ومع متابعة الدكتور مفيش منه مشاكل.
بيجيب نتائج هايله، بس لازم بنعمل تحاليل انزيمات كبد وكلى ودهون كل شهر وبنتابع، لو لقينا اي تغيرات حصلت في الحكايه الحاجات دي بنوقف وبترجع طبيعي مستوى طبيعي تاني. طيب في عوامل ممكن المريض يتجنبها علشان ما يزودش حب شاب يوصل للمرحله دي؟ الاكل مثلا لازم يبعد عن الدهون والحاجات الاجبان والالبان، منتجات الالبان ممكن تزود شويه. في برضو في علاج حب الشباب النشط الليزر، ما نسيت اتكلم عنه. ده اللي احنا عايزين، حب الشباب النشط والحفر. في ليزر للنشط وفي ليزر ده مهم جدا، نحط دول في اتجاه ودول في اتجاه عشان نبقى عاملين خريطه كده للمشاهد. هو النوع اللي الليزر اللي بنعالج بيه حب الشباب النشط مختلف تماما، قصه ثانيه خالص. احنا لما اتكلمت عن اسبابه، عندنا في بكتيريا وفي غده دهنيه بتفرز. نوع الليزر اللي بنشتغل بيه على حب الشباب النشط بنشتغل على الحاجتين دول. البكتيريا دي في ماده بتفرزها مع طول موجي معين باضاءه معينه، الماده دي بتتحول لماده سامه للبكتيريا نفسها فبتموت نفسها بنفسها لما جهاز الليزر يجي عليها. والغدد الدهنيه نفسها الليزر برضو بيضربها فيقل افرازها شويه، الافراز قل كتير او يبين عليها، بيقل كتير. كويس قوي، فبيجيب نتائج كويسه. طيب. برضو مع العلاج الموضعي اللي الحفر بقى لا، الندبات دي بقى لما بتتكون في منها انواع اصلا على حسب الحاله وعلى حسب العمق. في عندنا كذا طريقه، في تقشير كيميائي بنعمله، التقشير ده عباره عن احماض معينه بتتحط على الجلد بتشيل لحد ليفل معين من طبقه معينه من الجلد حسب احنا حطينا تركيز ايه، نوع الحمض ايه، كم طبقه بنحط، كم طبقه بيحدد. بنحدد فيه عوامل كتير بنتحكم فيها حسب عمق الحفر والندبات، النوع والطريقه والماده اللي بنستخدمها. فلما بنشيل طبقه بيتكون بقى بعد كده الجلد بقى بيطلع بطريقه احسن متساويه اكتر، والكولاجين تحت بينشط اكتر. الليزر، هل الليزر بيدخل في الموضوع؟ الليزر طبعا، في فراكشنال ليزر ده بيجيب نتائج رائعه هايله جدا في الندبات. الفراكشنال ده هو ليه اسمه فراكشنال؟ هو فراكشنال مجزأ. زمان كان بنستخدم حاجه اسمها ابليتيف ليزر، بيشيل تماما طبقه الجلد اللي فوق ويرجع الجسم. ده اللي كان بيعمل شويه حروق وحاجات مشاكل كتير، ويقعد بقى العيان في البيت بعدها شهرين مثلا مش عارف يتحرك. حاليا ما فيش الكلام ده خالص، حاليا بقى هربنا من الموضوع ده بالفراكشنال. ده عباره عن مجزأ، نقط كده، نقطه بيشيل ونقطه اللي جنبها لا، ونقطه بيشيل ونقطه اللي جنبها لا. بناخد عدد جلسات اكتر، بس بيبقى مع الوقت ما فيش مشاكل لو الدكتور اللي شغال ظابط البارامتر صح، والعيان في نصايح بنقولها له بعد الجلسه، ما تتعرضش للشمس خالص، حط واقي شمس. ايه رايك نشوف صور قبل وبعد؟ في صور تمام. قبل وبعد بتدينا حتى تمام. دي صوره يا دكتور، هو كان في البدايه كده صح؟ بعد مراحل وصل يعني الحمد لله كويس. ده اتعالج بالثلاث طرق، بالتقشير الكيميائي وبالفراكشنال ليزر، وفي حاجه اسمها الديرما رولر برضو بنعالج بيها. عجله كده فيها سنون كتير بتبقى ده برضو صعب نفس قوي. القصه هو احنا يعني بنعتمد دايما ان احنا العيان ما بنعالجوش بحاجه واحده، بنعالجه بكذا طريقه مع بعض. في بروتوكول بقى بيدخل فيه كل بالديرما رولر دي وبال ده نشط شويه نشط. ده حب شباب نشط بياخد ادويه موضعيه وادويه بالبق، والليزر اللي هو بتاع حب الشباب النوع الثاني اللي هو الاندياج ليزر. وده برضو نشط. ده نشط، ده نشط تمام، نفس الطريقه نفس العلاج برضو. في صور تاني معانا، ده كان برضو ده جميل أثر جدا ندبات برضو. تمام. طيب ندخل بقى على موضوع زي ما احمد قال في البدايه بيهم كل الستات، هو ازاله الشعر والرجاله كمان. والرجاله برضو دخلوا في الموضوع تحديد الدقن لا، وغير كده في حالات مرضيه للرجاله بنحتاج فيها ازاله الشعر. الحالات المرضيه ساعات بيبقى في مع كل حلاق الدقن بيحصل مشاكل والتهابات كده، ودي بيبقى في ناس وظيفه شغلها او طبيعتها لازم تحلق دقنها كل يوم. ما نقدرش نقول لهم ما تحلقش. احنا منهم بالظبط، احنا منهم بنحلق على طول كل يوم. فده بيبقى حلها الليزر، هو مش بيشيل الشعر، مش ما بيخليش عنده دقن يعني. بنعمل بدرجات معينه في مرحله معينه ان الشعريه المنطقه اللي تحت دي بتضعف بحيث انها ما تسببش. طب ايه انواع يا دكتور، انواع الليزر المستخدمه في ازاله الشعر والفرق ما بينهم بيكون ايه؟ هو احنا عندنا الليزر اللي شغال في ازاله الشعر في دايود وفي اندياج وفي اليكس، وفي بقى حاجه اسمها وميض ضوئي اللي هو الاي بي ال، ده مش ليزر اساسا، ده ضوء. احسن حاجه دلوقتي اللي هي الاندياج والاليكس.
الديود بيجيب نتيجه بس بياخد عدد جلسات كتير وسعره اقل، فالعيان دايما يجري عليه. بس انت في الاخر عملت عدد جلسات كتير، ففي الاخر هي هي. الوميض الضوئي الاي بي ال ده بقى انا ما بعترفش بيه خالص صراحه خالص. لا ملوش دور يعني، ضعيف جدا وبعد جلسات كتير. طب ايه ميزه ان انتوا عندكم في المركز الدكتوره مها كل انواع الليزر ده؟ يعني انا المريض هنا استفاد ايه؟ احنا عندنا اللي يخص اللي ازاله الشعر عندنا الاثنين اللي هم الاندياج والالكس. ليه الاثنين؟ لان انت حسب بتحدد تشتغل بايه، حسب بشره العيان وحسب الشعرايه نفسها. البشرات الغامقه السمراء ما نقدرش نشتغل عليها بالالكس، ممكن يجيب نتيجه عكسيه، ممكن يعمل بقع، ممكن يعمل اثار، ساعتها نشتغل بالانديج. الالكس بيجيب نتيجه احسن بس محتاج بشره فاتحه. ونوع الشعر برضو بيفرق؟ نوع الشعر، لو الشعرايه لونها افتح او الشعرايه سميكه او رفيعه ارفع بيبقى الالكس بيجيب نتيجه احسن. فدايما البادي هير ده بنفضله الالكس، لكن الشعرايه التخينه السمراء التقيله بتجيب نتيجه بالالكس وبالاندياج الاثنين كويسه. فاحنا معانا فيديو. تمام. معانا فيديو عن ازاله الشعر. بيوضح ازاله الشعر. هنا دكتور المفروض عن طريقه نبضات كده، نبضه يعني جنب نبضه جنب نبضه، لازم النبضتين النبضات تلزق في بعض، وبيبقى في 10% اوفرلاب، النبضتين لازم يبقى داخلين في بعض جزء 10%. بيحتاج كم جلسه يا دكتور؟ متوسط من 6 ل 8 جلسات. بس بتفرق طبعا من حد للتاني، يعني لان احنا بنعمل بين الجلسه والجلسه مسافه. انا مش شايف الم ولا اي حاجه خالص، مفيش لا بتتالم ولا في اشعار ولا اي حاجه. الالم غالبا في اول جلسه لان بيبقى الشعرايه لسه بقوتها، فبتبقى الالم في اول جلسه، وده بنتهرب منه بكريم موضعي بنحطه قبل الجلسه بنص ساعه، بيخلي المكان احساس الالم فيه بيبقى ضئيل. انا اسمع عن نظام التبريد وايه موضوع هو التبريد. الجهاز متوصل بيه جهاز تاني، جهاز الليزر متوصل بيه في نفس الهاند بتاعته الهاند بيس، جهاز تاني بيطلع هواء ساقع جدا، فده بيخلي السخونيه بتاعت الليزر بيقل كتير قوي. بين الجلسه والجلسه قد ايه؟ احنا محتاجين عشان الليزر يجيب نتيجه محتاجين ان الشعرايه تكون موجوده في الجراب الشعرايه، لان انت الفكره انت الشعرايه موجوده جوه جراب كده، المصنع اللي بيطلع الشعر في الجراب ده من تحت. فاحنا عايزين نضرب الخلايا اللي تحت اللي هتطلع لنا شعر جديد. فلازم تكون الشعرايه موجوده، لان هي اللي فيها الصبغه السوداء اللي الليزر شايفها، يعني الليزر ده ليه طول موجي معين بيضرب اي حاجه سوداء بيشوفها. فلما بيضرب الشعرايه وهي الصبغه دي فيها بتقتل المصنع اللي تحت اللي بيطلع الشعر. فغالبا بنحتاج شهر شهر ونص، ساعات بتوصل لشهرين حسب ابتدى امتى الشعر يطلع. وغالبا بعد عدد الجلسات كل ما بتكتر كل ما بيبقى الفتره بين الجلسه والجلسه بتبعد، يعني انا تاني جلسه بتبقى اقرب، ثالث جلسه بنبعد اكتر، بيبقى الفواصل اكبر يعني. معانا صور نشوف النتيجه. دي صور قبل وبعد. ده يعني اندر ارم الباط، يعني تحت الباط. هو بيجيب نتيجه 100% يعني ازاله الشعر بالليزر. اللي بعدها في اضرار يا دكتور بتكون ناتجه عن ازاله الشعر بالليزر؟ بصي، هو في ناس زمان كانت فاكره ان الليزر ده اشعاع، فيقولوا بقى كانسر وسرطان. لا، الليزر ده مجرد ضوء عادي جدا، ضوء بس. هو الضوء ده بطول موجي معين، بناخد الطول الموجي ده لوحده وبنختاره على اساس احنا محتاجين ايه اللون. المنطقه اللي دي بتضايق قوي برضو السيدات، بتبقى دي منطقه الدقن وال ما هو الفكره ازاله الشعر بليزر بيساعدنا كتير في الحالات المرضيه، بقول برضو مش كتجميل بس. في سيدات بيطلع لهم في اماكن اللي بتطلع للرجاله شعر نتيجه خلل في هرمونات او ثانيه، بس ساعتها بنعمل ليزر بيضيعها تماما، بس برضو لازم نعالج السبب عشان نمنع ان هو يرجع تاني. فبنمشي في طريقين، ان احنا بنشوف المشكله في ايه وبنعالجها، وفي نفس الوقت بنشيل الشعر اللي طلع بالليزر. من عمر كام سنه اقدر استخدم الليزر لازاله الشعر؟ في اي عمر، مفيش اي مشكله، بس احنا في ازاله الشعر بنحب نستنى لما البنات يكون موضوع الهرمونات بالنسبه لهم بقى خلاص مستقر. لكن عامه لو طفل عنده شعر زياده كحاله مرضيه من شهور ممكن نستخدمه. طيب ايه راي حضرتك في الاجهزه المنزليه او الليزر اللي بيكون في المنازل؟ لا خالص. بصي، لان احنا من الاول قلنا ان الديود والاي بي ال دول نتائجهم وحشه في جهاز البروفيشنال الكبير اللي احنا حاطينه في العياده، فما بالك جهاز قد كده عندنا في البيت؟ طبعا لا، ملوش لازمه خالص. بالمنطق يعني، بالمنطق اجهزه بملايين مش هتستبدلها بجهاز ب 2000 ولا 3000. الملايين نفسها بقول نتيجتها مش حلوه مش كويسه. بالظبط، لازم يكون في ميكس ما بين كل الانواع.
بالظبط. تمام. طب ايه رايكم نروح لارض الواقع ونشوف تقرير عن مراكز الهمامي والتخصصات الموجوده هناك والاجهزه ونرجع تاني. هنا في قسم العلاج الطبيعي في مركز الهميمي البيشنت عندنا او المريض بيستخدم اهم الاجهزه اللي احنا بنستخدمها علشان نسرع عمليه التئام الجروح او تسريع ان البيشنت يخش في المرحله اللي بعدها وهي مرحله التاهيل البدني، زي مثلا جهاز الليزر. الليزر دوت بيستخدم في حالات الالتهابات او الجروح فيما بعد العمليات او مرحله الالم الشديده او الالتهابات الشديده، بيسرع عمليه رجوع البيشنت للمرحله اللي بعدها وان الالم يقل بصوره سريعه. ده جهاز الالترا ساوند او الموجات فوق الصوتيه. الجهاز ده بيستخدم اكتر في حالات التيبس او السقوط فيما بعد العمليات او كده او الكسور، وكمان بيسرع ان الدوره الدمويه تزيد في المكان دوت ويرجع البيشنت يبتدي يتحرك بصوره اسرع. كمان جهاز التنبيه الكهربائي، وده بيطلع كذا نوع من الموجات الكهربائية، في منها نوع بيستخدم في تسكين الألم بصورة كبيرة جدا في حالات الألم الشديد فيما بعد العمليات أو ألام الظهر أو الرقبة أو ألام العضلات والإصابات العضلية في إصابات الملاعب وكده، في تأهيل للعضلات فيما بعد العمليات أو إصابات الملاعب. الأجهزة دي ومع برضو إرشادات الأخصائيين بتساعد أكتر إن البيشنت بصورة زمنية أسرع يخش المرحلة اللي بعديها وهي مرحلة التأهيل البدني سواء في الصالة الرياضية أو الجيم مع مدربين التأهيل. جهاز الكرايو هو أحدث أجهزة التخسيس الموضعي، يتميز إن هو آمن وفعال ومعتمد من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية. فكرة جهاز الكرايو ان هو بيعتمد ان هو بيعمل تفتيت للخلايا الدهنية عن طريق ان هو بيعمل تبريد للخلايا الدهنية لدرجة حرارة بتوصل لماينس 5 او 6 تحت الصفر، فبيساعد انه بيعمل موت للخلايا الدهنية ويبدأ الجسم يتخلص من الخلايا الدهنية عن طريق انه بيخرجها مع العرق او مع البول. مميزات جهاز الكرايو برضو انه بيساعد لانه بيعمل تنسيق للقوام واعطاء للجسم بشكل مثالي وبيعمل نحت للجسم. بيساعد جهاز الكرايو على شد الجلد ونعومته، فبيساعد على منع حدوث الترهلات بعد نزول الوزن. جهاز الكرايو مناسب لجميع الأعمار ولجميع أنواع البشرة. مميزاته إن المريض بيبدأ يلاحظ النتيجة من أول جلسة، بتوصل النتيجة من الجلسة الأولى لحوالي 40% وبتستمر لمدة 3 شهور. بننصح مريض باستخدام جهاز الكرايو، جهاز فعال آمن بيساعد المريض للوصول للوزن المثالي وقوام رشيق وممارسة حياته بصورة طبيعية. مركز الحميمي في قسم الجلديه احنا بنستخدم افضل اجهزه واعلاها كفاءه. اول جهاز هنتكلم عنه هو جهاز ليزر ازاله الشعر. الجهاز ده بيتميز ان فيه نوعين من الليزر، اول نوع اللي هو الالكسندرايد المناسب للبشره الفاتحه، تاني نوع الاندياج المناسب للبشره الاغمق. الميزه في الجهاز ده ان هو كده هيضمن لنا اعلى نتائج واحسنها وافضل وفي اقل عدد الجلسات وفي نفس الوقت بدون اي مضاعفات. كمان بنقدر نستخدمه في ازاله الشعيرات الدمويه. تاني جهاز هنتكلم عنه هو جهاز الفراكشنال ليزر. فراكشنال ليزر CO2 ليزر بنستخدمه طبعا لنضارة الجلد وإزالة التصبغات، بنستخدمه كمان في المسام الواسعة وعلاجها، بنستخدمه في إزالة الزوايد الجلدية بدون أي آثار. رجعنا لكم مشاهدينا بعد ما شفنا تقرير من داخل مراكز الهمامي، وخلينا نقول لحضراتكم المفاجأة طبعا اللي بيعملها مراكز الهمامي، خصم 20% على البلازما وخصم 25% على إزالة الشعر ونضارة البشرة. ده الطبيب الحياة يعني اللي هيجي يقول لحضرتك احنا شفناك في طبيب الحياة، ده بتاعنا احنا خصم بتاعنا احنا. مشاهدينا كده بتكون انتهت فقرتنا واللي اتكلمنا فيها على حب الشباب وقد ايه المشكله بقت بسيطه وحلها سهل، واتكلمنا على ازاله شعر بالليزر، وكانت ضيفتنا الدكتوره مها فتحي اخصائيه الامراض الجلديه وتجميل الجلد والليزر وعضو الجمعيه المصريه للامراض الجلديه. نورتينا دكتوره. نورتينا دكتور.
مشاهدينا نشوفكم على خير في فقرات مميزة من طبيب الحياة. إلى اللقاء. مشاهدينا برحب بحضراتكم مرة تانية في حلقتنا النهاردة وفقرة جديدة مع طبيب الحياة. احنا عارفين الأطفال أهم حاجة في الدنيا، وكمان بنكون خايفين عليهم جدا جدا، خاصة لو ظهر أي مشاكل في العين، لأن عارفين العين عضو حساس جدا في الجسم. الأطفال ما بيعرفوش إن هم يشتكوا، ما بيعرفوش يوضحوا إيه المشاكل اللي عندهم، ده غير طبعا الألم اللي بيحسوا بيه. أحمد، طبعا هي المشكلة بتكون كبيرة جدا يا رنا، بالذات لما بتتعلق بأولادنا وبناتنا تبقى الموضوع مؤلم جدا جدا، ولكن العلاج بسيط. قد يكون بيظن البعض ان مفيش علاج او العلاج صعب، اصبح الان دلوقتي الاكتشاف المبكر بيكون هو احد اساليب الحلول لعلاج الحول عند الاطفال حتى ضعف النظر. اكيد طبعا مشكله كبيره جدا، عشان كده مشاهدينا احنا هنتكلم مع حضراتكم في موضوع النهارده ان العين عضو حساس جدا، ولازم طبعا في حلقه زي دي يكون معانا اسم كبير في جراحه طب العيون. بنرحب طبعا بوجوده معانا، وانا شخصيا فخوره جدا ان هو ضيف حلقتنا النهارده من طبيب الحياه. بنستفيد من قيمه طبعا علميه كبيره جدا. اسمحوا لي مشاهدينا ارحب بضيفي وضيفكم استاذ دكتور محمد لاشين، استشاري طب وجراحه العيون بكلية طب جامعة الأزهر، دكتوراه طب وجراحة العيون، وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا أستاذ رنا. منورنا دكتور محمد. منور بيك والله. بجد في طبيب الحياة بنفتخر بوجود دكتور محمد لاشين معانا، لأن احنا فعلا بنجيب الناس المتخصصة وأهل الثقة في جميع المجالات. أنا بنرحب بيك جدا يا دكتور محمد. أنا سعيد إن أنا معاكم في برنامج متميز، ودايما نركز على الحاجات المهمة في برنامج مهم زي كده. أكيد يا دكتور محمد. يمكن يا دكتور النهاردة هنتكلم مع حضرتك عن الحول عند الأطفال. في البدايه عايزين نعرف من حضرتك ايه هي مشاكل الحول او الحول بشكل عام. احنا في الاول عايزين نعرف الناس بس حاجه مهمه قوي، ان كل الاطفال بيتولدوا ما بيشوفوش. فطبيعي الانسان ما بيشوفش، فعينه مش مركزه على صوره فبيحول. فطبيعي جدا ان الطفل في اول شهرين ثلاثه تلاقي عنده حول، ده ما يخوفناش وده ما يعتبرش حول. عينه تدخل لجوه، عينه بتبص للسقف، عينه بتطلع لبره، وكل يوم بيتغير شكله. ده عادي جدا. اول 3 شهور بيبدا الانسان مش شايف، وبعدين يشوف خيالات ويشوف النور ويشوف الالوان، بعد كده يركز فالحول يختفي. ودي معلومه مهمه عشان الناس تعرف ان ده مش حول. اكيد، لان فعلا في اول 3 شهور بتبقى الام يعني فرحانه طبعا بالبيبي الجديد، بتبقى مركزه قوي بقى في كل نظراته. ده حقيقي معظم الاطفال بيبقى عندهم الحول ده عادي جدا. المعلومه دي مهمه قوي عشان نعرف ان الانسان لما بيشوف الحول بيروح، فمعنى كده ان ضعف النظر من اهم اسباب الحول. يعني الطفل اللي مش شايف كويس هتلاقي عينه دايما بتحول. عشان النهارده لازم نقول بقى ايه هي اسباب الحول. من اهم اسباب الحول هو النظر الضعيف. الاسباب الثانيه المهمه قوي الوراثه. هتلاقي الجد او العم عنده حول وهو صغير وعمله، برده تلاقي الاحفاد طلع فيهم الحول برده كده. الاسباب المهمه برده قوي الولاده اللي حصل فيها مشاكل، تلاقي العصب السادس حصل فيه مشكله فتلاقي عين حوله او داخله لجوه شويه ناحيه الانف، وده اسمه حول نتيجه شلل في الاعصاب بتاعه العين. يعني باختصار الحول يا اما ضعف النظر، يا اما ضعف في العضلات، يا اما ضعف في الاعصاب بتاعه العين. طب ده بيتم اكتشافه بعد، يعني حضرتك بتقول اول 3 شهور مفيش اي قلق ومفيش اي خوف، الشهر الرابع او الخامس من الولاده. معانا صور لو حضرتك. مش مسموح بقى ان احنا نلاقي طفل في الشهر الرابع او الخامس او السادس وعنده حول نقول ده طبيعي. او الناس يسموه حور او يسموه سرحان، مفيش الكلام ده حضرتك. تمام، مهم قوي ان الام هي اللي تاخد بالها الحول ده ظاهر عند الطفل ولا لا، لان هي الام اللي هتاخد بالها الطفل مش هيشتكي، ودي اهم نقطه مهمه في الحول قوي. الطفل مش هيشتكي، فالام تلاحظ ايه؟ حضرتك تلاحظ ان دايما الطفل عوج رقبته على ناحيه. عوجه الرقبه على ناحيه دي دايما الناس تقول عليه بيتدلع. حلو قوي العلامات يا دكتور، لان دي اللي بيحسوها. مهم قوي. بيقول لك ايه؟ اصل هو كان بيرضع على ناحيه اكتر من ناحيه، فراسه واخده على الوضع ده. لا حضرتك، هو عنده حول، فلما بيعدل راسه. الصور اللي معانا دكتور برضو لحضرتك. شوف حضرتك، ده طفل يعني ده 9 شهور مثلا وعنده حول داخلي، ده قبل العمليه الصوره دي ودي بعد العمليه. الله. شوف حضرتك الطفل لما بيعوج راسه كده بيعدل الصوره. لما بتعدل له انت راسه في النص بيشوف الصوره 2 وممكن يصرخ، فدايما متعود انه يجيب راسه كده. دي مشكله ان الطفل لو اتعود على الوضع ده عضلات الرقبه بتتعود على الوضع ده، حتى لو صلحت له الحول في سن متاخر بقى 5 سنين 6 سنين تلاقي راسه ما بتتعدلش. طيب دكتور، الصوره دي كمان ده نوع من انواع الحول؟ هنلاحظ بقى دي من الاعراض الثانيه للحول هو ضعف النظر. الطفل دايما عشان يشوف الصوره واضحه يقوم يضيق عينه كده. ودي ملحوظه قوي لو في المدرسه او لما يجي يتفرج على التلفزيون او يقرب من الشاشه قوي. لو قعد بعيد قوي هتلاقي عنده عين ركزت وعين سرحانه. فاول حاجه ناخد بالنا منها عوجه الراس،
تاني حاجة إن الطفل يقرب من الحاجات عشان يشوفها كويس. تالت حاجة مهمة قوي إن الطفل لما يبقى عنده حول ومش باين عليه حول خفي، حضرتك يا دكتور أحمد تسمع عنه النوع ده طبعا. حول خفي دي حاجة، حول صريح اللي هو بتاع الحول السينمائي اللي هو كل الناس بتشوفه، ده حول، ده طفل حول. في حول تاني ما بيبانش غير للدكتور. تعرفه هي إزاي بقى؟ تعرفوا ازاي بقى؟ نشاط الطفل بيختلف، يعني تلاقي الطفل لما بيطلع سلم غريب عليه يتكعبل في السلم ده، يعني لما يقولوا لا ده انا انت كل شويه تتكعبل ده ممكن يكون كل شويه بيتكعبل يروح النادي ومش واخد على المكان، في البيت ما بيتكعبلش قوي عشان حافظ البيت، في النادي مش واخد على المكان وبيجري مع اصحابه تلاقيه كل شويه يقع ويفتكروا عظام ويفتكروا بقى خليك جامد انت كويس وانت بتعمل كده ليه وانت عشان كالسيوم قليل، ويروحوا الاطفال ويروحوا العظام مفيش الكلام ده، حضرتك ده بيبقى حول والطفل يبقى شايف الارض متلخبطه قدامه. مهم قوي بقى لما تيجي الام تذاكر مع ابنها وتخليه يكتب حرف بين سطرين عشان يتعلم الحروف، ما يعرفش يرشن على بين السطرين دي يطلع فوق السطر او ينزل يكتب على السطر اللي تحت، ما يعرفش يكتب ان بتوين دي الام عارفاها جدا الحته دي، اما يجي يكتب على السطر تلاقيه يجي في الاخر يوم ايه نازل يشرب زي ما كنا زمان كده يقول لك ده بينزل يشرب نازل الخط اللي بعده لان هو ما عندوش قدره ان عينين الاثنين توزن الخط فين، فبيجي في الاخر الميزان ده بيخلف معاه. الرؤيه عنده مش حلوه بالحول فيقوم مكبر كتابته قوي، تلاقي السطر واخد فيه ثلاث كلمات مثلا، يجي يكتب تلاقي الخط بتاعه كبير جدا في السطر، دي من علامات حول حضرتك. الناس بتبقى متخيله ان ده مستوى ذكاء او خط وحش طالع مش عارف لمين، لا، اما يجي مثلا الطفل في مدرسه ويكتبوا له حرف مثلا عربي او انجليزي بنقط ويمشي عليه عشان يكرره تريسنج ما يعرفش يمشي عليه، يعني يجي في النص ويقوم طالع بره الخط لان هو بيشايف الخط اتنين فبيمشي على الخط التاني اللي هو شايفه، ده حول برضه، ده حول. فكل دي جداً. علامات حول مهمه يعني جدا، يعني انت ما تسيبيش اي حاجه تشوفيها على تغير على طفلك في ادائه. تمام، اعرفي استشيري طبيب العيون، ده مجرد الاستشاره هتحل المشكله بشكل كبير. تخيل حضرتك لو اتاخرت بقى دكتور محمد، تخيل حضرتك بقى لو هي الاعراض دي عنده وهي ما خدتش بالها ان دي اعراض حول وفضلت تزعق له وتشكط فيه المذاكره، الطفل مستوى ذكائه بيختلف جدا، نفسيته بتتاثر جدا طبعاً. لعبه مع اصحابه بيتاثر، ما هي في الحاله دي تتهمه بعدم التركيز انه او ان هو مش شاطر في المدرسه طبعاً. وغيره بقى حضرتك انا في اطفال كتير جدا عملت لهم عمليات حول، الامهات ملاحظتها بعد العمليه مستوى ابني في المدرسه اتحسن. يعني هي مش فارق معاها شكله، مش فارق معاها ان هو شايف وما بقاش بيتكعبل، المستوى في المدرسه اتحسن، يعني الترم ده جاي بسكور عالي. دي حاجه مهمه جدا لان هو خلاص نفسيته ارتاحت وشايف كويس ومركز صح وقادر يركز فعلا وشايف كل حاجه صح. تمام، طب نيجي نقول بقى ان احنا لو ما اكتشفتش الاعراض دي بدري، احنا ليه مهم قوي انها تكتشفها بدري؟ ان احنا بنخاف قوي 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 لا يحصل حاجه اسمها كسل العين. حضرتك الطفل دلوقتي شايف الحاجه اتنين، شايف الخط اتنين، بيتكعبل متلخبط، المخ هيقوم يحل له المشكله بقى من عنده، ما هي الام ما بتتدخلش والدكتور ما يعرفش، فيقوم المخ مطنش عين ومركز بعين فيخلي دي تشوف ويخلي دي ما تشوفش، يلغيها عشان يجي له صوره واحده بدل ما بيجي له صورتين. طب في الحاله دي يا دكتور مكسر. هل العين اللي هي شايفه كويس بتبذل مجهود اكتر؟ العين اللي شايفه كويس تبذل مجهود اكتر، والعين الثانيه المخ بيلغيها من حساباته. فالمخ بيبقى عارف ان الانسان ده عنده عين بتشوف، العين الثانيه دي مش حضرتك ما بياخدش منها صوره اصلا، وبالتالي يحصل كسل العين بقى. كسل العين ده حضرتك زي ايدك اليمين وايدك الشمال كده، ايدك اليمين بتكتب بيها طول الوقت فبقت بتكتب، ايدك الشمال سليمه اهي بس انت ما استعملتهاش في الكتابه خالص، لو النهارده قلت لك اكتب اسمك بايدك الشمال هتقعد ساعه عشان تكتب اسمك، ده كسل العين، كسل وظيفي، يعني العين سليمه ايدك زي الثانيه اهو بس الوظيفه كسلانه اللي هي النظر. فكان زمان بقى المعلومه الغلط برضو عند الناس، غطي العين الكويسه عشان العين الكسلانه تصلح العين الثانيه تشتغل. بيحصل ايه حضرتك؟ ان العين الكويسه لما انت بتغطيها المخ بينساها هو كمان، فبيحصل كسل في العين، في العين السليمه. كان زمان يقول لك الطفل يغطي خمس ساعات في اليوم رجع، لا دلوقتي في المؤتمر الامريكي كل سنه يعملوا تعديلات. ده فيديو معانا يا دكتور، معانا فيديو بيوضح ده كل عين بتودي اشاره لمركز النظر كل عين، فالصورتين بيجوا يتحمضوا في الاخر زي الكاميرا كده لصوره واحده، لو دي جايبه صوره ودي جايبه صوره ضعيفه فبيتحمضوا لصوره وصوره جنبها، فالمخ يبدا يلغي واحده فيبدا يحصل زمان شايف حضرتك من الحول يحصل الكسل. كان زمان بيقول لك ايه؟ غطي العين، غطي العين السليمه عشان الكسلانه تشتغل. الكلام ده قال كده كان بالفعل بيعمل لها كسل، بس هو يعني باللي هو بيعمله بالمفهوم الغلط ده بيعمل لها كسل. ده كان منتشر قوي النضاره المصنفره، يعملوا نضاره ازاز مصنفر وازاز شفاف عشان الانسان يشوف من الكسلانه، وساعات يحطوا لزقه على العين والطفل يفضل يصرخ وعايز يشيلها، وساعات يحطوا له قطره عشان يزغللوا له السليمه زي ما احنا حاطين هنا كده. كل حضرتك الحته دي انا جايبها عشان اقول للناس ان ده بقى لنا دلوقتي سنتين ده ممنوع دوليا ان انت تغطي العين خالص، الغطاء بتاع العين اتمنع دوليا تماما لان انت بتضر العين السليمه والكسلانه ما بيحصلش فيها تطور. الحل دلوقتي الامثل ان انت عشان تمنع الكسل اول حاجه تعالج الحول بدري، تاني حاجه تصلح النظر بدري عند الاطفال وخصوصا في طول النظر والاستجماتيزم، مش في قصر النظر، في الطول والاستجماتيزم.
ليه حضرتك في طول الاستجماتيزم؟ لان الطفل اللي عنده طول نظر طول الوقت بيبذل مجهود عشان يشوف، فطول الوقت عينه ما بين حول وما بين انها مش حوله، تحول ومش حوله، فانت بتلبسه النضاره والطفل اذا رضي يبص من جوه النضاره غالبا بيبص من فوق النضاره ويبص من الصوره كده النضاره. ده نوع من انواع غطا العين برضو، الازاز المصنفر في العين. لو شوف حضرتك هتلاقي الصوره اللي بعدها هتلاقي طفل احول ولابس النضاره الحول اختفى. صحيح النضاره هنا عالجت الحول ولكن ما منعتش الكسل. عايز الحته دي مهمه قوي يا دكتور احمد النهارده. النضاره ممكن تعالج الحول؟ ممكن يلبس النضاره الحول يختفي. طب هتمنع الكسل؟ اختفاء نهائي، ده معناه اختفاء نهائي. في انواع من الحول نتيجه ضعف النظر بلبسه النضاره الحول بيختفي تماما 100% بيختفي تمام 100%. طب ما يحصلوش كسل؟ ما اضمنش. دي حاجات مهمه جدا يا دكتور محمد. فلازم النهارده نعرف ان طول النظر عند الاطفال، الاستجماتيزم عند الاطفال بيتعمل له الفيمتو ليزر، وده في اي سن بنلاقي فيه الطفل عنده طول او استجماتيزم. الكلام بتاع زمان استنى لسن ال17 او سن ال18 ده حقيقي هيكون الكسل حصل. عايزين نعرفهم بقى لو انتظروا وكبرت دماغها وقعدت تعمل الحاجات المفاهيم الخاطئه اللي احنا بنقول غطت عين وعمتين، تمام، ايه اللي هيحصل لابنها وبنتها بعد كده؟ هيحصل لحضرتك مشكله ظريفه جدا اسمها كسل العين، وكسل العين ده مشكله حضرتك بعد سن ال 12 ملهاش حل. ملهاش حل بعد سن ال 12؟ بعد سن ال 12 لان المخ اتربى ان العين دي كويسه وان العين دي وحشه، والمخ اتربى ان العين دي في النص والعين دي في الجنب. تيجي حضرتك بقى والانسان عنده 20 30 سنه تقول له تعالى اما اعمل لك عمليه حول، هتلاقيه بعد العمليه بسنه ولا حاجه يقوم الحول يرجع تاني، لان المخ اتربى وتعود ان العين دي سليمه والعين دي حوله. فلما انت بتعدلها له بيرجع يقول لك لا ده وضع مش طبيعي، الطبيعي ان دي حوله، فيرجع يرجعها تاني. فالمخ بيتربى على اللي انت شايفه. عشان كده احنا في الاول ما بنبقاش شايفين، اول ما بنتولد بعد شويه بنبدا نشوف، بتعلم الالوان اللي احنا شايفينها من الانسان بيقوله لي، ده الازرق وده الاحمر، بتعلم ان الانسان صوره واحده مش صورتين من ان انا شايفه بعينيا الاثنين. كل ده لو ما اتربيتش عليه صح هبقى انا عندي البرمجه بتاعه النظر في مخي اتبرمجت غلط. فانا بقيت اشوف ان الشخص له خيال، او بقيت اشوف ان الشخص بعين واحده والتانية ما تشوفوش. لو مخي اتعود على كده مش مستحيل لما اجي عندي 20 سنه اقول له اتعود على العكس، ما بيحصلش الكلام ده. عشان كده احنا بنقول ما نستناش. اهمال زي ده يا اختك كانك جنيت على ابنك مدى الحياه، مدى الحياه ان يكون عنده حول او حاجه نفسيه رانا بتبقى صعبه جدا 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 مدى الحياه. شوف حضرتك بقى قلت جنيت عليه بحول، جنيت عليه بحاله نفسيه، جنيت عليه مستوى ذكائه وتعليمه. حضرتك ده التعليم متاثر فيه، يعني هو متاثر في المذاكره، حالته النفسيه وحشه، بيذاكر وعايز يذاكر ومش قادر يركز فتره طويله. اللي هم الام تقول لك ايه بقعد اذاكر معاه نص صفحه ويتدلع ويسيبني ويقوم، نص صفحه ويزهق. لكن هو في الحقيقه ان تكون عينيه تعبت او مش قادر مش قادر. طبعا مستحيل يقول لك انا مصدع، مفيش طفل عنده 4 5 سنين هيفهم انا مصدع، يعني مصدع او عينيه مزغلله او انا شايفك اتنين، ما بيقولش الكلام ده. انا عايز اجمالا يا دكتور محمد، تمام، تكلمهم وتقول لهم ايه يعني برضه 1 2 3 تحس بايه عشان يكونوا طالعين من الحلقه بحاجه مهمه. هنركز على 3 نصايح وهنركز على كذا معلومه للاكتشاف البدري للحول. اول حاجه اكتشاف البدري للحول، حركه راس الطفل، لو الطفل عوج راسه على ناحيه او بيميل راسه لتحت كده او بيرفع دقنه لفوق قوي عشان يشوفك كويس، دي حركه مش طبيعيه ودي سببها العيوب. تاني حاجه، لو الطفل بيتكعبل كتير او الطفل بيقع على السلم في المدرسه يقول لك ده كل شويه يقع، ده علامه من علامات الحول. لو الطفل في الرسم او في الكتابه مش قادر يركز على الخط، ده من علامات الحول. لو الطفل خطه وحش جدا او مكبر كلمه واخد بيها السطر او كلمتين في السطر، ده معناه ان ده حول. لو بربش، تمام كده؟ دكتور احمد انا كنت لسه حاجه بقى مهمه جدا، لو نظره ضعيف بقى نظره ضعيف. في اطفال بتبربش وفي اطفال تحس ان هي زي ما تكون بتعصر عينيها او بتضغط عليها قوي. شفنا صوره البنت كده في مدرسه اللي عامله كده بالظبط، قاعده ومضيقه عينيها قوي قوي قوي، حضرتك عشان يعمل فوكس كان انت مضيق عدسه العين عشان تركز على نقطه صغيره قوي. طيب يا دكتور لو حد في سن يعني 16 او 17 كبير يعني يقدر يقول حاسس بكذا، ولكن ممكن يفضل يعمل في عينيه جامد قوي او يقفلها على بعض جامد قوي وتساله في ايه؟ لا عينيا ما فيهاش حاجه انا شايف كويس، ده ممكن يكون نوع من انواع الحول بس هو مش عارف؟ ما هو حضرتك طول النظر عند الانسان العين بتحاول تصلحه طول الوقت. فالانسان بيبقى عنده طول نظر ومش عنده مشكله في النظر، يعني شايف ان هو شايف كويس، بس عليه اعراض طول النظر هي الصداع اللي في الراس هنا وتضييق العين والاجهاد السريع، وانت لما تشوفه تحس ان هو عايز ينام او مجهد او عينه مسبله شويه كده. ده كتير، ده من انواع طول النظر القويه جدا. في الاطفال بقى ما بيقدرش يبان عليه الحاجات دي فيحصل له الحول داخلي، كل ما يركز عليك قوي تلاقي عينه دخلت لجوه، اعدل عينك يبربش كده يقوم عادل عينه للنص شويه يقوم داخل عينه لجوه تاني، يتفرج على التلفزيون تلاقي عينه بقت سرحانه واحده في الناحيه دي وواحده على التلفزيون، الام تشخط في ابنها وتزعله او تضربه تلاقيه حول،
يعني هي المسؤوليه كلها على الام والاب دلوقتي ان هم يركزوا فعلا طبعاً في كل حركه وكل رد فعل. طبعاً دلوقتي اكتشفنا بقى الحول بدري خلاص. عايزين بقى نصلح ثلاث معلومات عند الناس لان بالزبط. الناس عندهم ثلاث معلومات خاطئه وحشين جدا جدا بيضروا الطفل وحشه فظيعه. اول معلومه الحول ما يتصلحش غير عند سن ال 12، دي معلومه غلط 100%. حضرتك الحول بيتعمل من اول سن 7 شهور لحد ما انت عاوز، مفيش حاجه اسمها لا ده طفل حرام عليك البنج لا ده. بس اقول لحضرتك يا دكتور بيبقى في تخوف يعني طفل 7 أو 8 شهور ولو الموضوع محتاج عمليه او ليزر او غيره فبيخافوا اكتر. وحضرتك لو خايفه على الطفل يبقى تلحق تعمله له بدري. هي لو خايفه عليه تعمله الحول بدري، مش خايفه عليه تسيبه بحوله لحد لما يكبر ويحصل فيه مشكله. المعلومه الثانيه الغلط ان هو نظره ضعيف يلبس النضاره لحد سن ال 17. المعلومه دي غلط بنسبه 80% في الاطفال لان طول النظر والاستجماتيزم بدري نلحقه يا جماعه عشان الكسل ملوش حل. المعلومه الثالثه اللي ارجوكم محدش يعملها نغطي عين ونفتح عين. ممنوع الغطا لا بلزق ولا بقطره ولا بازاز مصنفر ولا اي طريقه من يا اما هنحكم على عيالنا ان هم يبقى عندهم حاول عندهم مشكله نفسيه مدى الحياه. طب نتكلم بقى عن الحل العلاج بقى. طب في حل يعني في حل. هل هو عمليه فعلا يا دكتور؟ طب ماشي احنا هنتكلم دلوقتي عن الحول بشقيه بقى اللي هو الحول العادي الحول الطبيعي السينمائي اللي هو المعروف والحول اللي هو نتيجه ضعف النظر او الخفي او الحول نتيجه اجهاد العين. الحول نتيجه اجهاد العين والخفي ده من الالف الى الياء بيتصلح بالفيمتو ليزر. ده بيصلح من الالف للياء بالفيمتو ليزر. يعني ايه الفيمتو ليزر؟ حضرتك احنا جايبين فيديو معانا برضو النهارده هيبين ان الليزك العادي او التصحيح العادي كان فيه جزء جراحي او جزء صعب قوي على ان احنا نستعمله في الاطفال. الفيديو معانا تم تطوير الليزر ده. الفيديو معانا تم تطوير الليزر ده الفيمتو ليزر وهتلاحظ حضرتك العمليه قدامنا بتحصل اهي 100% بالليزر، ما فيهاش لا مشرط ولا اله ولا تدخل عنيف من اي نوع من الانواع، فده مناسب جدا لانسجه العين عند طب الطفل. وعدم التدخل ده فاد الناس فيه يا دكتور محمد؟ عدم التدخل بالالات ده حضرتك ادى امان عالي، ادى نتيجه هايله جدا، ادى ان احنا الرؤيه واضحه بعد العمليه اوضح من اي طريقه من الطرق الثانيه، رؤيه واضحه 100%. طب في تخدير يا دكتور؟ تخدير موضعي ولا كلي؟ هو ولا لازم أصلاً؟ لازم حضرتك يكون في تخدير كلي عشان طفل. ده طفل يعني، ولكن مش التخدير العنيف اللي احنا عارفينه بقى خراطيم وانابيب لان العمليه اصلا ما بتاخدش 10 دقائق كلها. 10 دقائق مش تغيير يعني العين 5 دقائق يعني، فهو زي ما تقول حضرتك بياخد مثلا منوم مهدئ حاجه بحيث ان الطفل يبقى نايم وعينه باصه في النص ما يبقاش قافلها يعني، يعني يقدر يبص لي لما انا عايز اصبطه على الليزر. فيمتو ليزك اللي هو فيمتو ليزر 100% اللي هو الاحدث من التطور بتاع الليزر. تمام كده، وده بنستخدمه في الاطفال وده حضرتك اللي هو اختراع مننا ولا هو اكتشاف مصري لوحده ولا حاجه، ده العالم كله شغال كده اكتر من 5 سنين. الناس دلوقتي بتدخل على جوجل وبتشوف يعني 10 دقايق يا دكتور محمد يطلع كل عين 5 دقايق بالظبط. تمام كده، وبيطلع عينه حضرتك متصلح نظره الحول اختفى نظره ثابت ما يضعفش مدى الحياه، يعني مستفيد 3 حاجات وامان تام مفيش وجع مفيش خياطه مفيش غطاء على العين، بيمارس حياته الطفل بعد 2 ساعة من العمليه عادي جدا. طب بعدها يقدر ان هو يلبس نظاره ولا مفيش لزوم؟ ده احنا ان شاء الله مش محتاجين نظاره بقى خلاص، احنا ان شاء الله خلاص. احنا عالجنا الاثنين الحول ضربنا عصفورين بحجر زي ما انا بقول لهم دايما، انت بتضرب عصفورين بحجر، انت بتصلح حول وبتصلح نظر وبتكسب ان انت معاك شهاده ضمان مدى الحياه، يبقى نظره مش هيضعف تاني ومش هيحول تاني. طب ده بالنسبه للي احنا قلنا عليه الكسل اللي عمل حول. تمام. الحول بقى الظاهر بقى الحول اللي هو ايه؟ اللي هو السينمائي زي ما حضرتك اللي كلنا شايفينه بقى. الحول ده حضرتك لازم نصلحه بدري جدا وبنصلح العضلات بنرجعها لمكانها الطبيعي تاني، ودي حضرتك بيبقى عمليه عمليه طبعا ولكن مش جراحه بمعنى الناس فاهمه ان احنا بنفتح العين ونصلح الحول من جوه العين او ان احنا بنطلع العين بره، الناس دايما متخيله ان احنا بنطلع العين بره ونقعد نصلحها ونرجعها جوه تاني. لا حضرتك دي عمليات دقيقه جدا ما فيهاش خيط جراحي بمعنى الخيط الجراحي ولا فيها غرز خارجيه، والطفل بيطلع من العمليه عينه حمراء شيء بسيط جدا وبيقعد كده 4 أو 5 أيام عينه محمره ولكن يلعب من اول يوم ويغسل وشه ويتحرك ويدعك في عينه لو عاوز كمان. نسبه نجاح العمليات دي حضرتك مش عايز اقول لك انها 100% عشان الناس ما تقولش مفيش حاجه 100%، لا 100% امان 100% لا بتضعف النظر ولا بتقويه، دي عمليه بتصلح الحول بتجيب عينه من هنا تحطه هنا بس، يعني عمليه ما فيهاش اي ضرر للعين من جوه، حبايه العين او الكره بتاعه العين نفسها ما بنجيش جنبها بشيء يضرها خالص، البنج بتاعها برده بسيط والعين ما بتاخدش اكتر من 7 أو 8 دقائق برده. يعني علاج الحول والمشكله النفسيه الرهيبه دي في 10 دقائق بتخلص وبنحكم على اولادنا انهم يكونوا سلام طول العمر فحضرتك اذا كان الطفل بقى عنده المشكلتين يعني عنده الحول وعنده النظر ضعيف فبنعمل له العمليتين، عمليه تصحيح العضلات وعمليه تصحيح النظر بالفيمتو ليزر، يعمل عمليتين يعني الموضوع كله ما ياخدش نص ساعه او تلت ساعه، 10 دقائق دي و10 دقائق دي ويرجع انسان طبيعي 100% مستوى ذكائه ممتاز تركيزه ولعبه نفسيته حلوه جدا،
حضرتك لما تسمع تعليقات الام بعد العمليات انت بتحس بسعاده رهيبه. لما تيجي الام تقول لك انا ابني بقى بياكل كويس، ابني بقى بيلعب كويس، ابني بقى في المدرسه نفسيته احسن، بقى له اصحاب، يعني كان الاول يبعد يعني عايز يلعب على التابلت او حاجه لانه اصحابه بيتريقوا عليه او نظارته شكلها غريب او يحول او عارف حضرتك الاطفال بقى بيحبوا يهزروا شويه، نفسيته اتحسنت جدا. اهم من كل ده مستوى التعليم يتحسن. في حاجة بتتكلم في نقطة خطيرة جدا، مستوى التعليم يتحسن. معنى كده إن إحنا ربطنا الحول بكل الأمور حياته، يعني بالزبط. مجرد ما تعالج الأمور بتبقى وربطنا الموضوع في الأم لأنها المسؤولة، هي اللي تكتشف الحول بدري. تمام. دكتور محمد الحلقة جميلة جدا جدا ووضحت لنا أمور فعلا يمكن ما كانت غايبة عن ناس كتير قوي. كده بتكون انتهت فقرتنا واللي اتكلمنا فيها عند الحول عند الأطفال، والدكتور محمد لاشين كلمنا ووضح لنا المفاهيم الخاطئة، إزاي تكتشفي ابنك بدري جدا، حاولي تتحركي عشان تأخرك ده ممكن يخليه عنده حول دائم. وكان ضيفنا اللي منورنا واللي بنعمل انه ينورنا دايما ويسعدنا بوجوده في برنامج طبيب الحياه الاستاذ الدكتور محمد لاشين، استشاري طب وجراحه العيون بكليه طب جامعه الازهر، دكتوراه طب وجراحه العيون، زميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، استشاري الشبكيه والجسم الزجاجي والليزر، استشاري تصحيح الابصار والليزك. شكرك يا دكتور محمد جدا، نورتنا. شكرا لك يا دكتور، نورتنا يا دكتور وافدتنا النهارده المشاهدين. فرصه سعيده، احنا اسعد مشاهدينا. بكده نكون خلصت حلقتنا النهارده، نشوفكم ان شاء الله في حلقات وفقرات جديده. انتظرونا كل يوم من السبت للخميس الساعه 2 الظهر، والاعاده الساعه 1 صباحا، والاعاده الاخرى الساعه 7 صباحا. بشكركم، الى اللقاء. We'll be right back.